يضطر عامر للوقوف ساعات طويلة أمام محطات الوقود للحصول على زيت الغاز اللازم لتشغيل مولدة الكهرباء التي يشرف على تشغيلها وصيانتها. صعوبة الحصول على ما يكفي من زيت الغاز تزامنت مع تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية. يقول إن ذلك سيضطره إلى رفع سعر الأمبير الواحد من الكهرباء، متوقعا أن يصبح محل انتقاد سكان الحي. احنا المولدات نعاني من كثر التشغيل، وغاز ما عندنا، ما موجود غاز. نشتري الغاز ب 1100 و1200 دينار اللترة، فمن أشغل هذه الساعات أكثر راح أضيف الحساب على المواطن. أنا حاسبت المواطن يقول لك يا أخي ليش أنت كهرباء جاي تسحب علي أكثر، أقول له كهرباء ما موجودة عندي، غاز مدعوم ما موجود، غاز أسواق سوداء يحسبونها علي ب 1100 و1200 دينار اللترة. وزارة الكهرباء أفادت بأن أعمال صيانة يجريها الجانب الإيراني على الخطوط الناقلة للغاز أدت إلى توقف توريده للعراق، ما تسبب بفقدان الشبكة الوطنية لسبعة آلاف ميجاوات وخفض الإنتاج إلى 15,000 ميجاوات في وقت تبلغ فيه حاجة البلاد من الطاقة 24,000 ميجاوات. قد أبلغنا من الجانب الإيراني أن أعمال الصيانة ستستغرق 12 يوم، انقضت منها 6 أيام، الباقي إن شاء الله 6 أيام أخرى، وبالتالي سيعاود دفع الغاز لتعمل المحطات آنياً. الحلول الآنية ننسق بشكل عالي مع الإخوة بوزارة النفط لتعويضنا بالغاز المفقود، لقاء تجهيزنا مشتقات الوقود والغازويل والخام النفط الخام لتعمل به محطات الإنتاج. طبعاً هذا كحل آني ومؤقت. الحلول الاستراتيجية اليوم هنالك توجه حكومي وعزم حكومة كبير على استثمار حقول الغاز. وبموجب اتفاقيات مشتركة يستورد العراق يوميا بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني، تمكنه من إنتاج ما يقرب من 7,000 ميجاوات من محطاته الغازية. انخفاض كميات الغاز الإيراني المورد للعراق بات يتكرر ولأسباب مختلفة، آخرها كان في 2022، قالت إيران حينها إنه جاء بسبب عدم سداد بغداد للمستحقات المالية عن فواتير الغاز. ضياء محمد، الحرة، الأنبار.